الفن بالنسبة لي رحلة. يمكن أنا في مشهد حاضر في ذهني لما كنت طفل صغير في الأقصر وأنا برسم وسط المعابد. يعني والدي هو عالم مصريات، كان بياخدني أنا وشادي في جولة فنية، إن إحنا يعني عرفنا على الأماكن دي وفي نفس الوقت نرسم جوه المعابد. ده من وإحنا أطفال صغيرين في الأقصر. فاكر كمان والدتي لما كانت بتاخدني في كلية فنون جميلة في الأقصر وسط الطلبة. ومن وأنا طفل صغير أنا محظوظ إن أنا نشأت وسط عيلة فنية. كمان كنا بنسافر خارج مصر من سن الطفولة، فده أثر بشكل كبير كمان على إن أنا أطلع وإن أنا أشوف أكبر قدر من الفنون وأنا طفل صغير. بدايتي كانت مع الرسم، بعد كده 2015 كان التصوير الفوتوغرافي، 2016 رسم بالضوء، 2018 بالنسبة لي نقطة تحول مهمة. ليه؟ لأن دي السنة اكتشفت فيها موهبة النحت عندي على سبيل الصدفة. شادي عنده مشروع تخرج في كلية الهندسة، أنا حاولت إن أنا أساعده فاستخدمت عجينة السيراميك البيضاء. بعد ما انتهى من المشروع عملت يعني شكل لراس بالملامح لكن مش لشخص معين. اكتشفت إن أنا عندي موهبة في النحت. بدأت النحت الموضوع تحدي بالنسبة لي. عملت في الأول أشكال كاريكاتورية بسيطة جدا، لقيت إن عليها رد فعل كبير جدا. ده شجعني اكتر ان انا اعمل الشخصيات. بدات بنجيب محفوظ، عملت دافنشي، ام تريز، لقيت ان في تنوع من الشخصيه دي. طب ليه ما اعملش 100 شخصيه عالميه؟ دي شخصيات اثرت في البشريه من المجالات العلميه والفنيه والادبيه والرياضيه. شخصيات البشريه مهما اختلفت الثقافات واللغات بيجتمعوا في مكان واحد ولها هدف كامل البروجكت. عشان كده كان عنوان معرضي الاخير يهمني الانسان. سنة الكورونا كانت بالنسبة لي نقطة تحول مهمة جدا، لأن في السنة دي اتطورت أكتر في فن النحت. أنا زي ما قلت أنا خريج إعلام جامعة القاهرة، درست فقط الرسم دراسات حرة في أكاديمية القاهرة للفنون، لكن النحت أنا ما درستوش بشكل يعني احترافي. فقريت عن فن النحت، تعليم ذاتي تماما، يعني قريت عن التشريح. فسنة الكورونا كانت نقطة تحول، إن المستوى اتطور حوالي 180 درجة يعني. فعملت حوالي 67 تمثال، والتجربة دي في النحت انتشرت في دول مختلفة حول العالم. يعني يمكن اتكتب عنها ب 18 لغة مختلفة حول العالم. 2022 كان أول معرض في بروكسل، وده كان أول معرض فردي ليا، كان بعنوان حول العالم، وده كان فيه نحت ورسم بالضوء ورسومات وصور من مختلف الدول اللي أنا زرتها حول العالم. سنة 2023 السنة دي كان معرضي يهمني إنسان بدار الأوبرا المصرية، عرضت حوالي 30 منحوتة من جزء مشروع 100 شخصية. أنا انتهيت 2022 من المجموعة، وفي جزء حاليا موجود خارج مصر، وإن شاء الله خلال الفترة اللي جاية يكون في معارض من دول مختلفة. سنة 2021 كان عندي فكرة إن أنا محتاج إن أنا أصور الشخصيات اللي أنا عملتها مع المعالم المرتبطة بيها. فسافرت 7 دول أوروبية وصورت التماثيل مع المعالم الشهيرة هناك في أوروبا واللي هي مرتبطه بيها. على سبيل المثال صورت ايجين ديلاكروا مع لوحته في متحف اللوفر، صورت بيكاسو جوه متحفه الشهير في باريس، صورت باخ في المانيا، صورت اندريا بوتشيلي مع الكولوسيوم في روما. فكان في تنوع للدول والشخصيات كمان مع الاماكن اللي هي مرتبطه بيها والدول اللي هي نشات فيها يعني. فانا عرضت الفيلم ده مع في بروكسل لما عملت المعرض، وعرضته في معرض يهمني انسان في دار الاوبرا السنه دي. الفيديو لشخصيات من دول مختلفه متصوره مع المعالم اللي هي مرتبطه بيها. التماثيل مختلفه طبعا، في تماثيل نصفيه وفي تماثيل كامله. التماثيل من 6 سنتيمتر ل 18 سنتيمتر. انا متخصص في نحت المصغرات. بالنسبه لي اي شخصيه بعملها بيبقى دراسه للشخصيه، وان انا بقرا عنها وابتدي اشوف صور لو هي ليها متاح ليها صور من زاويه مختلفه، عشان التمثال بيبقى 360 درجه بعكس الرسم طبعا يعني، فبيبقى 3D طبعا. لكن الشخصيات التاريخيه اللي بيبقى ليها رسومات من زاويه واحده، هنا بقى بيبقى عنصر الخيال طبعا، ان انت تتخيل الشخصيه. بتعمل برضو دراسه عن يعني بعمل برضو دراسه عن الملابس في الفتره دي عشان اللبس يبقى مطابق للفتره طبعا او الشخصيه اللي انا بنحتها. دي بالنسبه للشخصيات التاريخيه يعني. التنوع كان شيء مهم جدا في اختيار الشخصيات في الاساس، من بيبقوا من قارات مختلفه ومن عصور كمان مختلفه من المجالات اللي انا ذكرتها الادبيه والفنيه والعلميه والرياضيه. دي شخصيات اثرت في البشريه. انا بستخدم مضادات بسيطه جدا في النحت
خلة الأسنان والإبرة والتمثال بعد ما بينتهي من الشغل منه بيخش الفرن حوالي نص ساعة، بيخرج بيبقى زي البلاستيك، فيقدر إن هو يبقى يعني قادر على التانيل أطول فترة ممكنة.